ايه وجعك معنا. السلام عليكم. انتوا صباح الخير. بسير العين الجيزه ان شاء الله. برجع يوم البسير اليوم العين وبيلس لين يوم الجمعه بكره. بكره عقب ما صلي الجمعه وعيننا الله خير. تزوي بسير؟ ايه بسير دبي. ايه بيلس دبي؟ ايه يوم الجمعه بس كان في فندق من فنادق اعمار. زين اوبا بابا عاملها انا ما بتي؟ تحط على كيفك. وهي وين يا بابا؟ وهي اي هوية؟ جبتها الهوية وبطاقة خلاص. يتخبر عن الهوية مالته امس احدث البطاقة مالته فقالوا لازم تجيب الهوية مالت صلاح والجواز. يبنى الهوية ويبنى الجواز. افتحي لو افتحك لا شغل سيارة؟ اي شغل سيارة؟ ما اعرف انا ادري يمكن انك تعرف كل شيء تعرف انت. ارسل اب مي بليز. هاي جيلز السلام عليكم. انت شو اللي تبى الحين انت بالضبط؟ هي الهويه موجوده. ايه تبى تشوف الهديه؟ ايه اللي جايب لك اياها من هل. هذه الهديه. هذه الهديه. يا الحين تبند هي ها وين ها بندها. يلا شغلها دقها هنو ايه بالقو. ايوه ها شفت التليفون يشتغل. يوم بيرن التليفون ترفع الا ايديك. الو السلام عليكم. ايه شفت ايه قلت شكرا من هل. شكرا من هل. ايه بريكفاست شو اليوم ريو؟ يلا شو هذا؟ شباب. يا سلام يا سلام على الشباب اللي عليه رضوان من الله. لا فيه بوي أصباق ولا في همك الله ولا عندك ولا دونك وريحته تطرف في خمرة الرأس وناضي حمر وشو أثى على ما قالوا المصريين. يعني بداخل العافية عافية عليه للي بي على اللي بيأكلون. وهذا يلا نقفضي هذا دنقو وهذا محلق. أيوة كلها بوي طرق موجودة موجودات ابوي الطرق كلها موجوده في على اليوتيوب وموجود ابوي على الانستغرام. حاسب صلاح ينحاشر الدنيا بشر العرب كلها ان عنده سعيد. يلا سمعتي قلت يو سيد هابي مبروك فور صلاح فور ساعه. واو ما شاء الله اول فيو لازم تقولي مبروك حق صلاح. صلاح مبروك ما شاء الله ما شاء الله. كم صاده هي كم ساعة؟ شقلها عادة؟ كم ساعة؟ ها كم؟ كم ساعة؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعال شامبي. دي مسج. السلام عليكم. عليكم سيف هاس قول مبروك حق صلاح. مبروك 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 ما شاء الله ما شاء الله. وليش سلم هالنمونة؟ عيب حرام. دي مسج دي سيتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بس اللي بيت سامويل. خلي أي مكان. باباي. ها آه. قلتوا مبروك حق صلاح؟ هي اعطي مبروك. قلت قال لك مبروك؟ يعرف يعرف. وانت قلت له مبروك؟ انا صلاح مبروك. ما بابا وشو بابا يقول لك تلبق يوم بدك تليفون روح تلبق. الحين يجي التليفون؟ ايه كيف ما اشوف في مسج في تليفون كل شيء كل شيء فيها مسج في يلا ثانك يو ايفريبادي باي 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 باي. شو حبيبي شو تبى؟ ايه دواركا دواركا يبي لي يبي ياكل شيء هو. انت ما في اكلت فطور؟ شوي ما جبت شوي؟ انت دايت صراحه. لو انا منك ما بصب له حفيظ تنمر لا تصب له حق صلاح. اعطاك بخشيش؟ كل يوم كل يوم بكره وين؟ هذه ماشي اشوف رامني رامني اشوف بس ما اشوف اشوف يديك انا زين. ها كم كثرها مهاتل طو واحد. يا الله منك ان شاء الله تجيب عيد كبير في العيد في العيد العود. زين حييني حييني كان من الحيين يقول لك. انا صار حبيبي شو كلام انت؟ ها شفت الهويه؟ شو الهديه؟ لا هي الاوليه جددنا البطاقه مالت البنك حبيبي. ايه بطاقه وين بطاقه البنك؟ عندي انا في بوكي. ايه بطاقه البنك عندي تكون ولا عند منو؟ عندي انا تكون؟ اي. شو؟ مهري وين فور صلاح؟
ليفت اتيكت فروم ماي ولد اجفت مدام ان شاء الله. يلا شو صلاح حبيبي بلاك صلاح شو ممتحن محنه عطي حديه وين عيديه مو هذه فاقل اجل خليه قوم لا بهي يوم السبت اليوم بسير العين وبابات في العين وباكر ان شاء الله بسير دبي بسير دبي منو إشادة. خالد حليل القصاب هي هي قال لك تعال لا 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 انا بتغدى عندهم يوم السبت المشكله انا بتغدى في الشارجه يوم السبت عند خالد القصاب عادي وانت شي خصك في انا ما زين يلا ما شي مشكله لك عليكم السلام هي شغلها هي هي صبر صبر اقول لك سلمت على صلاح السلام عليكم وليش سلم هنم وطرف اصبوعك؟ خبر مشان انا اقول انت ما يسوي سلام، هو سلام مشان انا ما يعرف ليش صلاح؟ ليش صلاح؟ ليش؟ بعد صلاح؟ ليش زعلان منه؟ تسوي مسخره؟ ليش؟ دبي يوم دبي؟ هي سلسلي هي انت كلام انت كلام سلسلي هو قول خبر اسد قول متوا ما يركب سيارة ما يريد كيف صلاح ما تريد منه؟ ما يريد هو ما يريد كاب ما يريد ما شو ياك على البطاع صلاح؟ هاي المصادق خالد القصاب اكبر مطوع هذاك حلو هذا ما بحلو حليله حليله يصلي يصلي كلهم يصلون حبيب لو ما يصلي ما خليته عندي في البيت حبيبي اللي ما يصلي ما له مكان عندي لازم يكون يصلي خلها هاي لاك عاد لا حول ولا قوه خالد ها بابا يشغلها للو هي 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 بي من هالبيبرمجها ويا التليفون زين الحين ما في بدينا مثلا يلا شو تريد انت الحين بروح شعبيه اجيب دوريه من بعد ودي دوريه مرموسه لغسيل وانتم تشتغلون عنده ولا تشتغل عندي انا لا هو بيزات منو بيعطيكم وقت انا ودي بيزات هامتني البيزه بس زين يلا برايك عيال يلا بزعل انا ما بزعل حبيبي ليش يوم السبت ان شاء الله قلت لها شو حينه بليز بليز يوم تبي شيء لا تقول شو بليز هي طلعت ساعه بدريه حينه شل هالورد هذا حبيبي كيس كيس هي هي ان شاء الله لا كيس يقول لك كيس حسب ما يرجعه ما يحتد انه يرد ما بيرجع ان شاء الله تعال يلا ثانك يو صلاح سلم على بدريه خشمك سالم ان شاء الله ان شاء الله اذا روح علم لازم صلاح بكره بسير دبي مول عشبته هنا ان شاء الله بصور له ان شاء الله منو؟ ايه زين حبيبي ما يبالك كلام استويت وعشت وحييت ما يبلكم الا كل شيء مميز وكل شيء فنان واليوم شيء اخبار وعلوم زينه عن شو؟ عن تطبيق نون ما يختص بنون اليوم شيء علوم جديده واخبار جديده بين فتره وثانيه كل من ياني خبر بخبركم عنه وتاكدوا ان الخبر حقيقي 100% لا فيه سر ولا فيه تعال ولا عندك ولا دونك الامور كلها طيبه وبالاخص ان ياك شيء فيه اعمار او نون من يجيكم اسم فيه دولة الامارات او السعودية فيها شراكة يا سلام سلم يا سلام سلم بالاخص نون عادة الامارات والسعودية ابوي خاص بي ما يختص بالامارات والسعودية عندهم ابوي خصم اليوم نون مسوين خصم من 10 لـ70% هذا بما يختص بالامارات والسعودية اي حد من الامارات والسعوديه لهم خصم 70% دون سواهم مميزين الاماراتيين والسعوديين حشراتهم في الدنيا العوده فلذلك عاطينهم خصم من 10 لـ70% 70 خطر عليهم يقول لكم ببلاش ما حد قال لكم جوالات على قولة السعوديين اللي هن الموبايلات والملابس والالكترونيات والعطور مستلزمات المنازل والمطابخ لا تقولون ما حد قال لكم لا تفوتون الفرصة اركض ما تركض حلوا طار تو طايح الحينة حلوا طار ونونوها بكل ما تملكون من القوة مع تحيات خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي نزيد
أي شيء يحتاجه البيت مياهة أي شيء تأخذه من الجمعية بتلقطة موجود عندهم لا وبخصم. فليش تدورون الخسائر؟ الإلكترونيات مال التليفونات المواد التجميل المساحيق الدويات كل بوي موجود عند دويات المطابخ خطرين لكم من بزرات وما أدري شو كل موجود عندهم سواء ما شيء تباه إلا هو موجود عندهم عطورات فساتين شناط جواتي كله شامل لنا الخصم اللي بتلقطونه في السوق بمية عندهم أبوي بتلقطونه بثلاثين تروم تقسط التوصيل السريع عندهم ما عندك بيزات اليوم ادفع بكرة ما حد رايق يروغك ما حد يربع وراك ما عندك اليوم بكرة ما عندك بكرة تروم تقسط عندك أبوي اليوم شيء وباكر شيء واللي عقبه شيء سوهم بالأقساط لحنا نغصنا ولا أهل الهوى زادوا ما بيطيح شيء ملك الله يوم بيقصدون عليك شو المشكلة وبدون فوائد بدون أرباح والهايد مالة الفيزا تمشي كل قبول عندهم. وأنا خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي أضمن لكم أن كل منتج يؤخذ منك أنت يا متجر نون يا متجر نون أن كل أصلي 100% واللي يقول ويشكك ولو نقطة من محيط هذا كذوب من يابته أمه لين اليوم من حبة لين مشى اللي يقول أن نون عندها أي منتج مش حقيقي ومش أصلي 100% كذب من حبة لين مشى وكذبه من السماء لين الماء. لا تقولون ما حد قالكم. أرد أركز وأقول وعيد وثني وأبدي وأبدع وأقول أن كل شيء يستلزمات البيوت كلها موجودة وعيان مستلزمات المطابخ إلكترونيات الشراخات مال بيض اللي يسووا بهن الإكسبريسو الأكواب الفنايل هاي المكاين مال هوفر الأوتي الاستشوار باورات البنك كل موجود عندهم حتى اللحف مال الفرش عندهم وكل عليه خصم الحق ما تلحق 20 و40 و60 يوصل و70 بعد كل ما في أي شيء في صعوبة منتج خدت اليوم ما يازلك أو يا على غير هواك أو ما بمثل اللي أنت متوقع أنه ترجعه أيون يستلمون برسم الخدمة مرة ما عندهم سر وتعال ما شيء سر وتعال كل اللي تبونه يمشي عندهم. نون تطبيق إماراتي سعودي نون تطبيق إماراتي سعودي حاليا ومدة وجيزة أصبح نون يضاهي كبريات الشركات والتطبيقات اللي في العالم إذا ما تفوق عليهن ولا في نفس المستوى وفي احتمالات وايد كبيرة هالكم من يوم يزيد عليهن حاليا نفس المستوى ويزيد في بعض الأشياء نسبة للتخفيضات التخفيضات اللي يسويها نون والمناسبات العديدة اللي تحصل بين الإمارات والسعودية فلذلك يوميا ونادر يخط في أسبوع ما شيء تخفيض عندهم تخفيضات هائلة تصل إلى 70%. نون تطبيق إماراتي سعودي يفترض وشرط عين أنك ضروري الآدمي أي إنسان عند انتماء لوطنه أن يأخذ من هالمنتج ويأخذ من عند نون. شو السبب؟ هذا دعم للاقتصاد. ليش تفوت زيد وعبيد؟ ليش تفوت الشركات الثانية وهي أغلى وأخس وأدعس؟ لا بأخذ أبوي الزين ومن بلادي ومضمون مضمون. ليش أخذ أنا ما أفوت الأجانب؟ لا والله بفوت أبوي بلادي. الفائدة مشتركة بين الإمارات والسعودية عينين في راس هذا منهم يكمل الثاني. من تقول السعودية ولا الضالين قالت الإمارات آمين. نعم قالت الإمارات آمين. أقولكم اللي خلاني مساء الخير أقولكم اللي خلاني أسير مخر العين تكنسل موعدي. كان عندي موعد في إدارة الزراعة وتكنسل طالبين طلبة عسرة طلبة العسرة بوي بعدها ما بزاهبة فإن شاء الله من تذهب من يذهب الطلب مالهم الأوراق اللي يبونها بوديهم. لا ما هي ما بطلبة العسرة تقصير مني أنا كان تبون الصدق هناك وين الثروة الحيوانية والزراعة اللي في العين
فطالبين طلبه وانا ما مذهب اوراقي ولا دريت بالشيء اللي هم يبونه الا مخر، فلذلك اخرت. فان شاء الله سيد بتكون سيرتي سيده للبيت، بتغدى وبقيل وبمسي، واعتقد اليوم ببين ابراهيم توفيج، يمكن بنصير نتمشى وين الله اعلم، ما ادري وين نصير في العين، يمكن نصير حفيت، يمكن نطلع يبل حفيت. عد بيبل حفيت من اول ما شقوا الشارع وسووا الاستراحه في يبل حفيت، من هاك الايام مايت المكان. فتوقع والعلم عند الله ان بنصير حفيت احتمال. بتشاور ويا ابراهيم توفيج وبنتشاور بنشوف عاد وين بنصير. انا فريجي من البارحه هناك بايتين، وان شاء الله بيكون مساي اليوم هناك في العين، وباكر بتريق وبتغدى، بينا غدا من عند جماعه الله يحفظها ان شاء الله. وعقب الغدا عندي سيره دبي. سيره دبي الحين بخبركم، بنزلكم بالبوست وين ساير انا في دبي وش رجله السيره ان شاء الله من الساعه 5 لين الساعه 7. مثل ما شفتوا الله يحفظكم، توني نزلت لكم الدعوه اللي جايتني لحضور اليوم المفتوح لشركه سكوير العقاريه في دبي ان شاء الله بكره على الساعه 5 العصر، وبتكون انطلاقه عرض الوحدات المميزه في جزيرة مريم إن شاء الله. هذا كله بكرة بوافيكم كل المستجدات إذا الله جعلنا من الحيين، هذا بكرة بيكون في دبي. واليوم الله يحفظكم المفتوح بيكون في فندق The Palace في الداون تاون بكرة لمدة يومين. المعرض بيكون لمدة يومين في فندق The Palace داون تاون في دبي إن شاء الله. إنزين الله يسر الأمور، وقضينا ومضينا وخلصنا الإيفنت وخلصنا اليوم المفتوح. وين بسير؟ بيكون وصلت الساعة 7:30 سبع المغرب، 7:30 إن شاء الله صلاة المغرب بصلي في دبي مول، وبتمشى لين الساعة 7:30 ثمان قاصر زايد شوية، الساعة 8:30 بكون في مطعم، اسم المطعم مطعم سراج. مطعم سراج في سوق البحار اللي على البحيرة في دبي مول وين النافورة الراقصة، يتم الله يحفظكم قبل 3 سنين، نعم قبل 3 سنين أو 4 قريبا، وتهولت من هاك المطعم يوم عدى مسات، ويتم بعد من مدة ظني في رمضان أتوقع أو في شعبان، العلم عنده والله ما أتذكر، أنا والخبير يتم وإبراهيم وتغدينا عندهم، والله لو أظني تغدينا كان غداء هنا وكان براد حين يلا، وعي ابني أكلهم ويا زلي أكلهم وشي فنان، ومطعم 5 نجوم وأكلهم مرتب لبناني، مطعم لبناني ومأكولات من كل بقعة عندهم وكل شيء زين وكل شيء مميز. المهم بهذا موضوعنا، موضوعنا الله يحفظكم يوم عدى مسات قالوا لي إن منزلين منيو جديد عندهم. المنيو الجديد فيه أشياء وايد عديدة أنت يا أبو محمد ما تعرف عنها، أنت جيتنا على المنيو الأولي، مين المنيو الأولي والأوردرات الأولية واستعجبت منها. نحن طورنا ويبنى أشياء مميزة وجديدة، ويبنى سوينا أكلات مستحدثة وشيء من التراث وشيء من القديم وشيء من الجديد. فلذلك قدم لك دعوتينا، قلت عيوني عنبو شفهم بلاش، أريد أموت عنبو، حد ما يبى شيء ما لبلاش، عيوني تيكم ترى وياي الخبير وياي بيكون محمد الصليطي وياي بعد واحد صاحب صديق. قالوا لي بوي لو بيون وياك عشرة، مرحبا بك وسهلة. راعية المطعم وحدة شقردية حافظ عليها، فنانة رقم واحد هي والله، عن 10 حريم، سيدة أعمال قوية فاهمة تدير شغلها وبحنكة. فلذلك قالت بوي مرحبا بك وسهلة، قلنا أبدا ما دعيت بوي إلا واحد، بوي ما 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 يقول لا، تفهم أكل وفنان ومميز. هاك اليوم كم دفعنا اللي باكر بيحصلنا مال بلاش. فان شاء الله بكره بنسوي مثل الفود تيست، مثل تذوق الاطعمه اللي عندهم الجديده، بنوافيكم بالشيء اللي موجود اللي بيعرضونه لنا، بنخبركم عنه شو الشيء الجديد
شو طبخات الجديدة، شو الشيء اللي بيحطونه هم المميز. كنت مثل ما أنا أول ما صرت كان أكلهم مميز فوق ما تتخيلون. الكلام هذا بعد منزل حتى على اليوتيوب قبل 4 سنين. مطعم سراج مطعم مميز وايد جميل، فنان وموقع وفيو خدمة، كل شيء فيه مميز. جيت أقول لكم قبل 4 سنين ويازلي هو أمس عادة هنا يوم ياني الداعي سيدي وافقت نازل ومحصل محدار. ما أنا بقول لا وبي وصدف إني بكون في دبي، فقلنا لهم أبوي توكلوا على الله ونقبلنا الدعوة وإن شاء الله نباشر بنيكم، فبكون عندهم من الساعة 8:30 لين الساعة 10. وخلاف أبوي بنسير تمشى في دبي مول، وبنحوط وبنعايم الله خير وبنكسر اليوز وعندك ودونك والدنيا مطرجة لين الساعة 10:30 إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين لين 10 يمكن نكون في المطعم، وخلاص بنكون في دبي مول بنتمشى لين يسكرونه. ومبيتنا بيكون في أحد فنادق عمار العامرة في دبي الحبيبة إن شاء الله. وكل هالأحداث الجميل الفنان كلها في دولتي الحبيبة، إن كان في أبوظبي ولا في دبي ولا في رأس الخيم ولا في عيمان ولا في قيوين ولا في الفجيرة ولا في الشارجة، بلادنا كلها جميلة جميلة، والمناسبات السعيدة دوم فيها على كل يوم، كل يوم شيء حدث وكل يوم شيء مناسبة وكل يوم شيء مشروع وكل يوم شيء يزيق عقل ما يزيق عقله. أحداث تستوي عندنا ما صارت في أي بلاد، ما حتى أمريكا ما تسوي عندهم أشياء مناسبات هالكثر. نحن صبح ومساء المناسبات ليل بنهار، شيء بالعظمة شيء تول وشيء بسيط وشيء العادي وشيء سبيشل وشيء فنان، وأغلبية كلهم مميزات، ما في شيء العادي عندنا، ما تستوى شيء إلا كله عالمي وكله رقم واحد. والله يا أبوكم يأن كله رقم واحد ولا شيء يخير عنه، يحافظ على بلادي ما. فوين ما تشوفون في دولتنا تلقطون مشاريع ضخمة وكبيرة وكلها لصالح المواطن، كل هالمشاريع لصالح المواطن، البنية التحتية ليبال، التلفريك، مطاعم فوق جميم ليبال، استراحات، كوفيات، كلها هذه أشياء تاخذ العقل، أشياء تاخذ العقل ودك إلا تتمشى، ما ودك إلا أنك تظهر. ضروري الظهرة حق اللادبي يظهر يتفسح في بلاده، يتمشى في ربوع هالبلد الجميل اللي ما شيء شرات بلاد في الدنيا العود. رب العالمين عاطلنا طبيعة مش موجودة في الكثير من البلدان، فلذلك الحمد لله بلادنا تتمتع جو الحمد لله يعني ما نقول لطيف لكن معقول. أرحم عن غيرنا بوايد. جهز المشروع اللي تابع للمواطنين، شوف الفينيشنج في الحواري في المناطق الفرجان، هاي الأول ما كانت موجودة، هالأشياء أبدا ما كانت موجودة في الوقت اللي قطف عشنا الوقت في الثمانينات والسبعينات والتسعينات، هذا اللي تشوفونه ما كان موجود كان ما كان بنفس الجودة ونفس الإتقان ونفس طريقة التصل، يعني بحياته ما كان بهالنمونة هاي. فلذلك الحمد لله رب العالمين أمورنا طيبة والمسكن المواطن زين والشوارع نظيفة والترتيب والإنارة البنية التحتية تصريف المياه تصريف الأمطار الحمد لله نعمة. التشجير وين ما تشوف وين ما تسير وين ما تخطف بنية تحتية ما وجدت في أي مكان في الدنيا العودة، كله جميل وكله فنان وكله غاوي. اللهم لك الحمد. ترى بيخليني أرمس عادة هذا حين كله فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله خير اللي قايمين على هالمشاريع، جزاهم الله الجنة اللي قايمين على هالمشاريع الجبارة الكبيرة. نعم اللي منو يروم يسوي هالدنيا كلها، قمض برج تحرع عمرك، والله يا ابوك تحرع عمرك في الأرياف، أرياف سويسرا وأرياف البلدان اللي من غير منطقة جميلة. هو حتى وهد علي قال شو أرياف سويسرا، أرياف سويسرا والدنيا كلها ملحة، هي ترى أبوي بعد الناس ما زرعوا، منطقة جديدة ناس توها تزرع، والبقعة هاي تغدي خضرة يوم على الموسم على الوسم يوم يجيهم الوسمي قدت الدنيا كلها خضرة، شو يعني هالنمون بعد
يعني هو ان الدنيا ملحة، انت والله ما ترمس في الرادو، انت ترمس سناب مرئي ومسموع. زين عنبو وذلك ما تحاكي انت، لا والله لا بغبرة شوية في املحة يا اخي، بعد الدنيا مكان جديد عنبو، بعد العين غبة خضرة، تبى الدنيا كلها خضرة مكان لي بال شوية. نحن منطقتنا جبلية وين عين الفايضة، والله حد بالعرب بعد غير نمونة ملحة وملحة ملحة ملحت عينك بلاتك انت بعد مبهين، كان ما بحرمه بعد هاي صلاة فما حد، لا والله هذا واحد من هاي من هالزقنبية من هاللوفر، غير اللوفر ما يبي يرمس هالرمس كلها. قال بلاته انا ابوه ما تحاكون انتو، عيل انا ابوي ما برمس الرمس العوية، بلادي فنانة حتى ملحتة شوفها فنانة، والله حتى ملحت العين بملحت وغبرت وخضرت وقت مطر وقت رطب وقت وقت جفاف وقت امطار وقت سيول كل زين كلها زين، هاي نعمه داكم عايشين فوق الارض عيشوا تمتعوا، لا حجين ابوي تحت خلاف هاك الخندق اللي تحيدونه هاي الساعه، اقول ابوي واهي وما ادري شحين ابوي كل زين مدام الروح والنصاخ يصير وي، اللهم لك الحمد، بنشرج بنغرب، لا بخلي العين، لا بخلي سقطرة، لا بخلي كمزار، لا بخلي بويه حتى زنجبار حين ناوي يسير، زنجبار ناوي يسير إن شاء الله، أترياض أني أسبوعين عشرة أيام خنت ترى عن سيرة بانكوك، خنت عن سيرة بانكوك ما فيه ما فيه، يقول لك ما تروم تمشي من الوادم خلق اللوم، أنا أحب العرب أحب الوادم، لكن توني جاي ما هو حالي، توني جاي ما هو حالي، غمض عين ابو توني جاي ارد اسير مره ثانيه، لا والله لا في اسير ولا شيء خلاص بسير سيره العيد الله اعلم، والله يمكن اسير ما ادري، انا بعد راعي لك 600 راعي ليها، هاي احيد وحده مال المشاريع المنزليه كانها، والله ما اتذكر هل هي من بطبي من دبي من العين الله اعلم، هي اللي جايبت لي هالدلال طقم كانهن ما يندرى والله نسيت متى، وعايباتني وفنانات وثرهن يا ابو ياس ادون بيت ابو ظبي، ترى يا ابو هنا ابو بيت العين هالدلال فنانات تيشرات القماش وكريستال عليهن وتحراهني بردن، تقول لي ام محمد من الصبح مسوتن هالدله ولين حين بعدها حاره وجهنم، الحمد لله رب العالمين. اللي ما يدري منتجات نون الحين برويكم هذا الفرن احنا طلبناه حق بيت العين، شوفوا بالله عليكم شوفوا بالله عليكم، بلاد من كبرة بلاد من هالفران الكبار، وداخل يضم حق ذبيحتين، داخله بطنه يضم ذبيحتين، والله عاد ما اتذكر كم ماخذين ما برخيص لكنه عليه خصم كان نسيت والله، اظني ب 7600 ولا ب 6700 من هاي الكبار بلاد من كبرة، هي والله الزينات ها، يبقى الاربع تنفار ما يزحزحون مكانه، بلاد عين عينتين ثلاث أربعة خمسة ست عيون، إيه والله شيء فنان هذه الأفران اللي عندهم، تعيدونها هاي إيه والله طلبة زار، إيه والله طلبة زار كانت طلبة زار، إيه والله الحين هاي في زيرتي لفنيال ساير فنيال جاي لين عادة الله ورايه لين العصر، العصر بسير الله يحفظكم، بسير العصر برميكم الميلس، هذا الميلس بعد هذا الميلس ما شاء الله تبارك الرحمن، يلا أقولكم برجنا اليوم اتصلت في إبراهيم توفيج واتفقنا أن نحن اليوم بنرمس أول بادي في العمود، أول الليل بنصير العمود وخلاص بنصير الله يحافظكم حفيت فوق ما جيت حفيت من سنين، فمقترح إن شاء الله أن بنصير أول بادي العمود ومن عقب بنجلس نشوف لنا كوفي نتمشى شويونا ليه الساعة 9 8 ونص 10 ونص والله ما أتذكر وما أعرف شو الرأي، وخلاص بنصير حفيد إن شاء الله إذا الله راد، أقولكم شوفون الطاولات هاي ما بتصورون هالرخام وين رخام ما أدري قرانيت ما يسوونه، طاولات الرخام
مع المطبخ اللي في بيتنا التحضيري في أبوظبي. يوم فنشوهن عقوهم من فوق الطاولات بيرتبوا المطبخ الجديد اللي من عندك سينا. يا بتن أبوي أم محمد بيت العيد ويا بتلهن ما أدري منو وسحتن وقطعهن وسوتلهن أبوي هالطاولات وحطتنها طبعا زيهن قدر. والله يا أبو كنت تحرى خدمة تسمونه تحرى مأخوذات من مأخوذات يعني من الحفيز يعني من المعرض طيب فنانات ورد الله ما يطيح لها شيء. هيل أحب الله هيل ها بعد سوت بعد ما زاويات زوايا ولا زاويات ها شوفون الله ولا يعني. ما تعق شيء تسوي مليون شيء من لا شيء. هي والله يا أم الأرض والعز الذي بجمعت لي قدره عرفنا الطيب من طيبك وعطفك للنفوس أمطار رعاك الله يا تاج الزمن وبلادنا الحرة رعاك الله يا أم السيوف يا عيون الدار سلام الله على عطر القلوب وبهجة المنوار علي تنتي يا راشد جانا الفيديو هذا وفيها السؤال واستشرنا الأخ العزيز المهندس الغالي حمد البيرك ورد علينا بالجواب التالي اللي هو أن هاي الشيرة شيرة شكو وهاي مزروعة عقل مزروعة عقله فهذه الشيرة لو تزهر العقلة من يوم تضرب في الأرض وتضرب بعرج تازم الزهر تراها أنت تازم الزهر أبوي لين ما لا تشوفه وهو يتشكر ريال انه يقول انها تسوي زهر لكن ما يصبر يحط الزهر لازم بيحط ابوي هاي مزروعه عقله هاي مش مطعمه لو انها ماخوذه الاصل تشكم الصغار والتطعيم من التشكو الكبار على التشكو البلدي بيثمر ثمر عادي في نفس السنه نفس الشهر لكن مشكله الريال هذا شاري القوره عقل ومزروع ضربت عرج وكبرت الحين هاي صغيرونة معلوم انها الزهر لكن ما يتم لازم يحط بتازم ابوي الزهر بشيرك يا صبرك صبر ايوب بتصبر ابوي بعك 10 سنين هاي النوع التشكو هذا بتصبر بعك ابوي 10 سنين لذلك يقولوا لكم يوم بتاخذون لكم شيرة اخذوا لكم شيء مطعم وتاخذون المطعم من مكان موثوق به هب يقول لكم مطعم المني والطريج يمكن مطعم جنقلي على جنقلي ما يظهر شيء زين لازم تاخذ ابوي اللي بتاخذه من مكان موثوق به وشيء جيد فلذلك ابوي هذا ابوي انت اللي زارع تراك ابوي بتصبر بأك ابوي صبر ايوب 10 سنين لين تبلغ الشكو من عقب 10 سنين ابشر بالخير عقب 10 سنين ابشر بالخير وبيك الخير وان شاء الله انك بتعرف انك انت زرعت ابوي شيء عادي وفالك طيب وإن شاء الله أي سؤال لحم في الشوفة وإن شاء الله ما يهمك وفالك طيب سلام عليك إبراهيم أنت خطير في التصوير مصيبة كبيرة والله والله العظيم ما شاء الله عليك إبراهيم ما تشتهي العيشة يوعان ناش مرقات بسم الله عليك مليوع بسم الله عليك ولا تغديت يا رك الله واللي هناك ياسين يخدمونه في المطبخ الشي وهذاك بيض الله وجههم هذا عشاء وحينها تصبيره يعني خفيف نقول في الناقة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو خليل والله لو حبك عفضل ابو محمد اهلين بالورد يا مرحبا ابراهيم ابوي ابراهيم لا يداني لا القشطة ولا السوس الابيض ولا شو بعد ولا الزبدة ونحن والله يا ابو ولا مكان فاضي الباركنات في الدين عينها ما شاء الله بالرغم ان اكبر موقف في الدنيا العوده موقف مال العمود لكن ولا بارك فاضي ناهيك عن اللي فوق الباركنات اللي فوق كم دور كلهم كل امك لا اله الا الله ما شاء الله تبارك ولا موقف واحد ماشي موقف واحد ماشي يلا يلا بضرابك وين ابراهيم اي سيده
والله أقولكم مالي موت لكن ما شاء الله تبارك الرحمن تحرى ليه في المدارس من سادس ابتدائي لين ثالث ثانوي كلهم أبوي اللي أعطوهم رخصة وإجازة كلهم أبوي منعوت لهم شيء في كنتية العمود فلذلك تبارك الرحمن أمة لا إله إلا الله يا ربي يمي اللوال كلهم نفس الإيج ما تلقط يعني إيج ما تلقط عمر صغير وكبار ولا عمر صغير يعني الإيج اللي من سادس ابتدائي لين ثالث ثانوي كلهم أبوي موجودين في كل الأدوار ممزرة كل دور في فئة معينة والله العظيم تحرى عجبه والله عجبه أنا ما تديته للعمون ما أدري كم من سنة يمكن دوم هو هالنمونة منزور لين عينه ما شيء كل الأدوار كل الممرات اللفتات اللي وين ما تصير ما شاء والزعيج والبغيم والحياة غير عن المولات اللي مغير المولات اللي مغير لو بتعقبره سمعتها طن طنه أهني أبوك لو بتعق هيب ما سمعته لو حد بي أبوك بيبغى برب لي خالجنا ما بتسمعه من كثر ما شاء الله حس العرب والرمسة واللواد ولا لا 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 شوف أبوكم تبارك الرحمن شوف انت ضحك اكثر والله العلم انه بلي سبب والله انه بلي سبب مشكله وين الحين وين ابراهيم سيده والله يا ابوكم اني شرت ليش يا ربي حش يا ربي حش يا ابوكم يا ربي توبه عدت لاكون انا من الضالين يا ربي شو أمور هذا أبو يوم يقول لك الشردة نص المريلة يا ربي هاي أبو يوم يقول لك الشردة نص المريلة ليش شردت إبراهيم بلاك ما قريت أنت أبوي ما قريت من العالم يا ربي حشي يا أبوكم والله يا أبوكم سووا علينا حلقة عالم أمة لا إله إلا الله يا ربي لو تميت دقيقة يا ابوك كان بتستوعلو والله اني شرت معتوبة اللي يقول فر بالروح العزيزة هالي يقول فر بالروح العزيزة هذا انا حين والله العظيم يا ابوكم يا سلام سلم حتى خمس دقائق ما رمت ايلس من العالم لا اله الا الله عالم حينه ما بله شيء عادي شيء زايد عن اللازم زايد عن اللازم يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله حياتي ما شفت النمونة الجمهرات والله أني تروعت ما بتروعت بشيء واي بتسوي فوضى ما بلنا حينة شوي ولا رمسة عادية ولا باب حمد بسم الله الرحمن الرحيم والله العظيم أني فريت زغت تحب تسوي ضرابة شيء بيستوي